دستور. دستور يا اهل الدار. صباح الفل يا ست نوال، يا رب تكوني ارتحتي وعرفتي تقعدي في فرشتنا المتواضعه. زي الفل يا ست عون، نعمه من عند ربنا. ده انا لولاك كان زماني مرميه في الشارع، كلاب السكك بتنهش في لحمي. يا ست نوال انت مش عارفه قيمه نفسك، انت ست محترمه اي 1، بس الدنيا هي اللي ملعبكه معاكي. بتفكريني بمدام فاتن ولا مؤاخذه حمامه في فيلم اريده حلا، وانا ما يرضينيش البهدله اللي انت فيها دي. روحي يا شيخ، ربنا يكرمك ويفتحها في وشك. بصي بقى يا ستي، ربنا وحده هو اللي يعلم انت زي اختي، وانت ما شاء الله جمال وجسم ورسم وعود. ربنا يحميكي من الميكانيكي، وعيون الناس بصاصه، وانا ما يرضينيش عيل خبق كده ولا خروق كده يلسن عليكي، يقولوا سابت بيت جوزها وقعدت بيت شاب اعسب مفتول العضلات ولا مؤاخذه مسجل خطر وسمعته زي النيله. طب والعمل ايه؟ لا 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 لا، العينين الحلوه دي ما تعيطش، انا حجزتلك في بنسيون قريب كله حريم، ما بيعديش من جنبه دكر بطه حتى، هتعيشي هناك معززه مكرمه، وانا هكفل بيكي من كفه شيء، عشان تبقي بعيد عن ايد الرجاله ولسنه الخلق. وانا اللي قاعده عماله اقول طاعون ده صايع، لا مؤاخذه يعني، اكيد جايبك هنا عشان طمعان فيكي، وعماله اسال هيحاول امتى يجيب رجليكي؟ أتاريك أرجل من كل اللي عرفتهم في حياتي السودة. طب إيه رأيك بقى إن أنا خلصت شغل ورحت مغير جري وجري عشان أجيب لك فطار، عارف إنك على لحم بطنك من إمبارح. يلا بسم الله، شوية كباب وكفتة بس يستاهلوا فمك. كمان كباب وكفتة؟ ده لسه البلد فيها رجالة. ما شفتش من ربت تغني. إيه يا حبيبي؟ صح النوم؟ ده أنا قلت اعمل لي لقمه على السريع كده وما رضيتش ازعجك عشان تعملي افطار. اقعدي 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 افطاري. انا مش عاوز افطر. بص بقى يا مروان، انا عاوزه فلوس اللي عندك، وبعدين انت ممكن تفهمني شايل الفلوس بتاعت الحاجات اللي احنا عملناها سوا عندك انت ليه؟ وانا سايبني كده عامله زي الشحاته. بس ما تقولي ازاي. يا حبيبتي انت تأمري وانا عليا التنفيذ، وبعدين في شعار في العالم دلوقتي بيقول لك انسى الكاش، لازم تنسي الكاش خالص وتعاملي معايا على اني فيزا. اطلبي وانا اجيب لك. لا يا سيدي شكرا، انا بقى فقريه، عاوزه امسك الفلوس كده ورق واحسها واصرفها. ماشي يا فقريه ماشي. في 10,000 دولار جوه في الدولاب، خشي خديهم. 10,000 دولار بس؟ ده غير سهره في مكان انا وانت الليله دي تحفه. طيب يبقى انت هتيجي معايا الاول المحل، عشان انا شفت فستان هناك عجبني وعاوز اخد رايك فيه. يا حبيبتي انت من احلى 10 اذواق في حياتي شفتهم، انت اختاري بس اللي انت عايزاه وانا اكيد هيعجبني، لان الفكره عندي في الحشو في الحشو. الله، اقوم الحق اخد الفلوس احسن تغير رايك او تدخلني في عمليه من بتوعك وتخسرهم لي. اقوم الحق. دلوقتي الراجل معاه العنوان التفصيلي اللي مروان ونجوان قاعدين فيه. اشرب يا ابو ازازه. لا دي قنينه، النينه. مش ضروري يا بابي كل مره تفكرني ان مروان ونجوان دلوقتي مع بعض، انا هموت وافهم فيها ايه بس نجوان الزفت دي. بس عادي، هي الزباله ما بترميش غير مع الزباله اللي زيها. يا سلام، وكان حد قال لك تختاريه؟ خلونا في اللي احنا فيه. المهم لما نلاقي الزفت ده هنعمل ايه بيه بقى؟ هو حضرتك فعلا ناوي تدفع لهم 5 مليون جنيه؟ 5 مليون ايه؟ 5 مليون عفريت ينططوه. يا امي عفريت حبيبتي. لا يا روحي، مش عفريت ولا حاجه، ده دي حاجه بتيجي اصرف. نو واي يا هايدي، بجد ايه الاسلوب والطريقه اللي انت بتتكلمي بيها دي؟ من عشر الام. لا طبعا مش هدفع له 5 مليون، منين انا حيلتي 5 مليون؟ هم 50,000 100,000 اعكمهم له في ايده ويتفلق بيهم هو. المهم يا بابي، هتعملوا ايه بالعنوان؟ هتروحوا يعني تضربوه وتتخانقوا معاه وتاخدوا منه الفلوس ولا ايه؟ مش مهم العنوان، المهم ان ناخده من الزفت ابو نجوان ونديه لنادر ونشوف نادر هيتصرف ازاي. نادر برضو يا عمي، نادر تاني. قلت لك 100 مره نادر ده انا اللي مربيه، وانا واثق ان نادر هيعمل اللي في صالحنا احنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا 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 اهلا. صف الله عظيم، أنا عاوز أقول حاجة. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. لا، إيه حكاية اسم نجوان اللي منتشر على فجأة ده؟ كان في ولية غلبانة بتشتغل في المستشفى اللي كان فيها هيما خطيب، قصدي براهيم، كانت بتلم الزبالة وتمسح وكده، وكان برضك اسمها أم نجوان.
انت مش امبارح طردتيني من اوضتك؟ بتحشري نفسك ليه في اللي مالكيش فيه؟ مش كل واحده اسمها ام نجوان الزفت تبقى نفسها اللي انت تعرفيها. ايه ده، انت عبيطه بنت ولا ايه؟ وكمان يعني حزينه ومنكسه مفكراني بلعت لساني؟ ما تولعي، حق علاني بركز معاكي في اللي انا فيه ده. استنوا يا جماعه، ام نجوان برضو شغاله في مستشفى، انا رحت لها. كوريا. كوريا؟ غريبة ان الانسه كوريا تعرف ام نجوان. مالك؟ مستنيها تفتح. طب اصبر، عايز اطلع الشقه اجيب كرشاه واخلص عليها. بقى انا ابراهيم كبداك اللي بتهزله بطن البقره تما يتعمل فيا كده وفي مكان اكل عيشها طاعون؟ اهدى بس يا هيما، دي مهما كان حرمه برضو، ومهما كان بينك وبينها اتك على الراحه وبالعقل يا كبداكي، كله بالمخ بتاع الكبده. انا عايزك بقى تهدى عشان عايز اسالك على حوار. حوار ايه؟ البت نوال مالها؟ تلزمك، خصاك. لا تلزمني ولا خصاني، بس ليه؟ اطلع منها مصلحه حلوه. يا عم مصلحه ايه؟ ده بنت ناشفه، لو عصرتها مش هتنزل حتى تراب. عيب عليك يا كداكي، هعصرها وهسنفرها وهخليها دريم بارك. السلام عليكم. تعالى سوق. مش فاضي. خد يا لسه قافش ولا ايه؟ وربنا انا كنت عميان امبارح وشارب الصبح ومش شايف قدامي. بنت كوريا جات لي الكباريه ووسخت معايا. كداكي الفيلم ده مش هاكل معايا، انا عندي شغل. ما خلاص ياض بقى، ما تقفش. في ايه؟ ما خلاص ياض قال لك ما تقفش، انت هتعمل فيها منى الشاذلي. اقعد يا عم. لا منى الشاذلي ولا منى الحسيني. من الاخر كبداكي انا زعلان منك في حوار تاني. حوار ايه ياه؟ كده برضه كبداكي بقى تروح الكباريه يا راجل في رقصات وتسيب اخوك؟ طب خدنا اشتغل معاك يا كبداكي في الكباريه. على نعم ياض يا سكه، انت مخك على قدك. ياض الكباريه اللي انا شغال فيه ده بيغني فيه مطربين كبار ليهم اسم وصيت. انت لسه كتكوت يا سكه، ولا عشان جبتك تغني في فرح اختي وهدان هتفتكر نفسك عدويه؟ ايه ياه، ده انت كنت بتغني على حس كبداكي. معلش يا عم طاعون، معذور. ابتدى سوكا لسه في مرحله طهور، سبوع بس تغني في كباريه كبيره عليك. عليا النعمه ياض يا سوكا، اول ما تعدي مرحله الطهور دي لازفك من هنا لحد الكباريه، بس انت تعديها. فلوس اللي تدوها له ده، اللي زي ده يخش عليه ثلاث عيل جدعان كده اهو، يقلعوه ملط ويطلعوا الورقه من تحت جلده، ادام بتقول انه مخبيها في هدوم. يا دي الكسوف يا ولاد، مين ده اللي هيقلعوا ملط عشان الحق اغطي وشي؟ يا خالتي ايه الهمجيه دي؟ لا 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 بليز، بلاش نلجأ للعنف، لان انا ساعه العنف ببقى عنوف قوي. عنف يا ابو الحاج؟ ده واحد نصاب وعايز ينصب عليكم نصبه تقيل، هتقول لي عنف؟ ما احنا ممكن ناخدها منه من غير ما نضربه ولا نقلعه ولا حتى ندفع له. ازاي بس يا طارق؟ نخلي مراته تجيبها لنا منه. مراته ايه يا راجل؟ مراته تعبانه وحالتها منيله بستين نيل. طب انا جات لي فكره. طب قولي قولي بسرعه، ايه الفكره؟ مش كوريا بتقول انها تعرف ام نجوان؟ اه. وبابي بيقول انها عيانه؟ اه. نخلي كوريا تروح لها. صح، وتخلي ام نجوان تجيبها منه. لا، نخلي كوريا هي اللي تجيبها منه. انا ده ازاي؟ ما ان شاء الله انا اللي هضربه ولا انا اللي هقلع؟ بطلي سخافه بقى واسمعيني. انت هتروحي لهم وهتاخدي لهم معاكي عصير. ام نجوان تعبانه، هتدخلي انت المطبخ وهتصب العصير وهتحطي فيه مناوم لابو نجوان، هيشربه هينام، هتاخدي الورقه وتجيبيها على هنا. برافو.